كتكون عندنا افرازات اللي هي مستمره من المهبل، كتكون في سن ديال نشاط الجهاز التناسلي عند الانثى. وهذه الافرازات المهبليه فهي افرازات كتكون شفافه عديمه الرائحه ومتمططه، وكتكون في فتره ديال قبل وفي حول الفتره ديال الاباضه، فهي دليل على ان هذه الفتره هي احسن الوقت المثالي لوقوع الحمل اذا كان الزوجين راغبين في الحمل. من ثم كيكون واحد التغيرات في الافرازات، فستكون تتولي عندنا سميكه، افرازات سميكه غدا اللون الابيض اللزجه. فهنا ما كتدعيناش للقلق، لان هذا هي دليل على اقتراب وقت ديال العاده الشهريه. في بعض الحالات كيكون عندنا خلل في هذه الافرازات، فاذا جبرنا افرازات كتكون هي بيضاء، افرازات اللي هي غالبا كتكون عديمه ديال الرائحه، افرازات كتكون بحال الجبن المفروم، وكتعطينا الحكه او لا الالام في المهبل، فهو التهاب فطري ميكوز. فهذا الالتهاب الفطري السبب ديالو هو التغيير في الحموضه ديال مخاط المهبل او لا في البكتيريات اللي تيتم النمو ديالهم بشكل طبيعي في المهبل. اذا جبرنا الافرازات كتكون عندنا لون رمادي غادي الاصفر، هي افرازات كتكون لزجه وكتكون عندها رائحه كريهه، رائحه ديال الحوت. فهاد الافرازات اللي تتسبب لنا الحكه والالم في المهبل، فهاد الافرازات هي السبب ديالها هو التهابات بكتيريا وهي عدوى مهبليه. نقدروا نلقاو افرازات اللي هي عفوا افرازات اللي هي خضراء، وهي كتكون رغويه الملبس. فهذه الافرازات حتى هي كتقدر تعطينا حكه والالم في المهبل، وهذه السبب ديالها هو التهاب فطري اللي تنتقل على مع الجماع. كاين افرازات، واحد النوع اخر ديال الافرازات اللي كتكون اما لون اصفر او لا رمادي او لا اخضر، وهي كتكون سميكه وكتكون عندها رائحه كريهة ومسببة للحكة والآلام في المهبل وآلام أثناء الجماع. وبعض الأحيان تكون عندنا نزول ديال نقط بنية اللون بعد الجماع. فهذه الحالة من المسببات ديالها هو الأمراض المتنقلة الجنسية. فإذا كانت هذه الحالة مصاحبة بحمى أو مصاحبة بآلام في النصف السفلي ديال البطن، فهذه حالة مستعجلة خاص ضروري تدخل الطبيب لمنع انتشار الالتهابات في باقي الاعضاء ديال الجهاز التناسلي. الاسباب ديال هذه الافرازات الغير طبيعيه ديال المهبل، اولا انا تنقول لهم وتنصح الناس كاملين هو استحمام جلوسا خطا. فالانسان كيمشي للحمام وفتي تي 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 تيجلس في الارض وما عرفش داك الارض واش منظفه ولا لا، ولا تيقول لك انا كندير داك لو طابي، فهذا خطأ. أفضل هو أن الإنسان يستحم وهو جالس على كرسي، ويكون استعمال شخصي، ماشي كرسي اللي جبروه في الحمام أو عطاته للسيدة في الفلاني، فيكون استعمال شخصي. ثانيا، النقطة الثانية هما البيوت اللي تيكون أشخاص اللي ساكنين في نفس البيت كيكونوا كثار، فيجب تنظيف الحمامات بشكل مستمر، يعني في كل استعمال خاص يتم تنظيف ديال الحمامات، خصوصا إذا كان الحمام اللي هو على شكل كرسي. ثالثا نقطه هي البريزرفاتيف اللي هو الواقي ديال الذكوري مطاطي، فهو مهيج للمهبل خصوصا اذا كانت عند الحساسيه لدى المراه من هذا الواقي. فهنا كنقولوا لهم يتم تغيير ديال هذا الواقي، فاذا وقع نفس المشكل وقع نفس الاحساس ديال المراه بداك الافرازات الغير طبيعيه، ضروري استشاره الطبيب. كاين النساء اللي مع دوك الافرازات الطبيعيه كيتبرزطوا وكيبقاو يكثروا من النظافه، اولا بعد الجماع كيكثروا من النظافه، فهنا خطا. فحنا كنقولوا لهم النظافه بالقاعده، يعني النظافه بالماء فقط
ماشي كيستعملوا لنا الادويه ديال لي زانتيسيبتيك اللي كنعطيوهم في حالات خاصه كيستعملوهم بشكل مستمر وبشكل يومي. فهذا خطر خطر لان كيتم التغيير ديال الحموضه ديال هذيك البكتيريا اللي هي طبيعيه ديال المهبل وبالتالي كيتعرضوا راسهم للالتهابات. عندنا نقطه اخرى هو داء السكري مسببات ديال الالتهابات والحكه فالافرازات الغير طبيعيه. فاذا النساء حسوا بان كيشربوا بزاف اولا كيدخلوا غادي جايين للطواليت كيديروا تيتبولوا بشكل كثير فضروري مع مصاحبه بهذه الافرازات الغير طبيعيه ضروري من اجراء الفحوصات واستشاره الطبيب باش كنشوفوا واش ما كاينش مشكل ديال داء السكري. فهنا كنلاحظوا بان كاين عده اسباب اللي تقدر اما كتهددنا او لا كتخلينا عرضه لهذه الالتهابات او لا كتكون مسببه بشكل مباشر لهذه الالتهابات. العلاج ديال هذه الالتهابات اولا تنقدروا نعطيو داك لي زانتيسيبتيك المساحيق ديال التنظيف او لا الادويه ديال التنظيف او لا دي كريم. هادو يقدروا ياخذوهم الا كان احساس داك الافرازات في الاول غير طبيعيه خصوصا الا كانت بيضاء وما فيهاش رائحه فتقدر تستعملوا نساء تشري مندات الراسه. اذا ما كانش تحسن اولا كانت رائحه اولا كان تلون داك ديال هذاك الافرازات ولا لون اخضر اولا لون اصفر فيه رائحه ضروري استشاره الطبيب لان خاص يتم اجراء فحوصات. كناخذوا عينه من دوك الافرازات وكنصيفطوها تحلل وهنا كنقدروا نعرفوا واش هذاك المشكل واش منقول جنسيا واش خاصنا معالجة الزوج والزوجة في نفس الوقت أو لا تنبقاو مركزينها مع السيدة وتتم أخذ الأدوية الخاصة بها سواء كتكون مضادات ضد الفطريات أو لا مضادات حيوية وتتم العلاج ديالها. بطبيعه الحال فالغير متزوجه هي معرضه لنفس المشكل. ما كاينش الامراض المنقوله جنسيا كاين الامراض اللي هي عدوى مهبليه يعني تقدر تاخذها من الحمام اولا من لي طواليت اولا من كثره النظافه اولا من الملابس الداخليه اللي كتكون مشريه باقي جديده وكتجي وكتلبس اولا كتكون تتصبن كتغسل الملابس ديالها بمساحيق اللي هي فيها مواد كيماويه اولا فيها الرائحة وهي عندها حساسية. دونك جميع النساء معرضات للإفرازات الغير طبيعية والتهابات ديال المهبل. فالإهمال العلاج كيخلي المرض اللي يكون محدود كيخليه كيتفاقم وكينتشر وكيخلق لنا مشاكل في باقي الأعضاء ديال جهاز التناسل ويقدر يدي لنا في بعض الأحيان حتى العقم.